Bonjour, nous partons tout de suite مرحبا en بكم Israël, نمضي إلى Samuel. القدس J'aimerais حيث vous نلتقي retrouver بمراسلة Valérie يورو Goria. نيوز في إسرائيل وغزة فاليري غوريا. Valérie, أهلا bonjour. فاليري. Bonjour Fabien. Au lendemain غدا du تبدء renvoi de العملية l'opération البرية terrestre للجيش de l'armée الإسرائيلي. israélienne, ذهبت vous إلى êtes مدينة rendu ce القدس matin القديمة dans la صباحا. région de فاليري Jérusalem. ما هي Quelle est الأجواء l'opération هناك؟ sur place? On perçoit très clairement un يوجد sentiment مزيج واضح من مشاعر الإحباط والغضب والقلق. صحيح أن الوضع مضبوط في القدس القديمة، نقاط التفتيش والجنود متواجدون في كل مكان تقريبا، لكن ما يثير غضب الناس هو بالطبع الأحداث في غزة، بالإضافة إلى التضييق الذي يمارس على سكان القدس الشرقية. بعد الظهر قيل لنا إن اشتباكات خلفت عددا من الجرحى جرت قرب الأقصى، كما تمت عمليات اعتقال. كل ذلك يغذي الغضب وسوء الفهم عند الفلسطينيين في القدس. في الواقع بينما تتكرر الأعمال العدائية ويتزايد عدد الضحايا، فإن الداعين للسلام يحاولون التحرك من جانبهم. الداعون للسلام أقلية في إسرائيل في الوقت الراهن. المظاهرة التي شاهدناها أمس كانت من تنظيم تجمع لإسرائيليين وفلسطينيين. المشاركون كانوا بضع مئات، ولم نرى إلا عددا قليلا من الفلسطينيين. قالوا لنا إن ما يجري في غزة يثير الكثير من الغضب، ما يصعب إمكانية المشاركة في مثل هذه المظاهرات من قبل كلا الجانبين. على بعد خطوات شهدنا مظاهرة مضادة صغيرة يشارك فيها مجموعة من المتطرفين الإسرائيليين وينادون بسحق غزة. كان ذلك صادما. تواجد هذا التيار ضعيف جدا أيضا. وفي نفس الوقت بين الفلسطينيين يوجد من يحتجون على مشاعر القلق والتخوف عند الجانب الإسرائيلي. يصعب عليهم أن يتفهموا كيف لبلد يملك خامس أقوى جيش في العالم أن يقوم بأعمال عنف ضد سكان أضعف منه بكثير، حيث تقول إسرائيل إن حماس تتلاعب بهم. فاليري غوريا مراسلة يورو نيوز لإسرائيل وغزة، شكرا. Merci à vous.